وماذا بارك الله فيكم؟ أيقود الحركات جهال؟ أيقود الحركات الإسلامية أمة حمضاء من جماعة الجهاد أو من السرورية؟ نعم يا إخواننا، الذي ينبغي أن يقودها هم العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فخرج على قومه في زينته القارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فينبغي الرجوع إلى العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جماعة التكفير، نعم، الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بالبيضاء وبصنعاء وبالدليل وبالذياكي، محتاجون إلى دعوة، نعم، ومحتاجون أيضا إلى حكومة أن تعاملهم بالعدالة، وأن تسجنهم وتأتي بالعلماء يناقشونهم. جماعة التكفير وجماعة الفساد هم دربون من جماعة التكفير يا إخوان. نعم، كان أسامة يتمنى مني أن يأخذ كتابه أنني أكفر علي عبد الله صالح. أسامة بن لادن، هذا دليل ماذا يا إخوان؟ على أنهم يكفرون المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد بادئ أحدهما. فإذا قلت في حديث آخر لأخيك يا كافر فإن كان كما قلت وإلا رجع عليه.